لا يزي الغالي ولا يزي العيشه صعيبه ولا يزي واحد يعني به كرب من حتى عنده هكا حريه التنقل باش يتنقل معناها باش يمشي يخدم ولا باش يقرا يزيد حتى تصعب عليه وعيشته منغصه وعيشته صعيب وين باش نمشي وين قاعدين يهزوا في العباد ربك ورسوله اعلم بالضبط هذه هو الحقيقه وكل مره مالغوزمون هذه الحال ما نجموش نغطيو على الشمس بالغربال هذا اللي قاعد يصير مالغوزمون كل مره المواطن هو الضحية في أي بقاع يعني من تونس قلت اليوم قطاع ونكمله كل جمعة يدوروا عليهم القطاعات الكل كل جمعة تقوم مؤسسة تقول لك أنا وأنا كل جمعة نوقفوا حل العباد وحل البلاد ثم حلول ما ثماش إن شاء الله يعني الأطراف الكل تقعد مع بعضها وتحاول أنه تغزر للأمور بطريقة عميقة وأعمق بما أنه مازلنا نغزر للسرفاس ما همش قاعدين يقفوا حلو بالضبط هذي هو صور لقاعد والحل ما ثماش بالضبط إن شاء الله هكا في القريب العاجل تكون مصلحة المواطن هي الأولى بما أنه هو المضرر الأول في هذا الكل إن شاء الله يتم يعني أخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن وتتحل الإشكالية هذه بما أنه القطاع يعني التاكسي الفردي مهم جدا في تونس الكل وهي ديجا حق من حقوق المواطن صغيرة. وديجا احنا ديجا نقصيو فيها الحكايه احنا عندنا نقطه تاكسيه ما الحمد لله قرون صغيره معناها الكورسه ديجا ما تكلفش بون تو بزياده لما حاله اولت ما عادش خفيفه مي بون بالضبط يعطيك صحه امير وكانت هذه الامير قلبه معبي الامير قلبه معبي دكتوره ناديه كانت او جات بحذانا